صعب أن الإنسان يكون مستقيما في كل حياته، في أقواله، في أعماله، في مقاصده، في لحظه، في لفظه، صعب جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا الاستقامة 100%. وجاء في الحديث الآخر: ولكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وهما يقول عنه الناس اليوم: ما لا يدرك جله لا يترك كله. يعني إذا لم تستطع أن تستقيم 100% استقم 90%، إذا لم تستطع 80% احرص على أن تكون مستقيما في أقوالك، أن تكون مستقيما في أعمالك، أن تكون مستقيما في مقاصدك ونياتك، احرص على الاستقامة قدر ما تستطيع. سددوا وقاربوا إلى أن يوفقك الله تبارك وتعالى، فتكون من أولئك الذين يعني غلبت الاستقامة عليهم على عدمها. فكلما زاد الإنسان في الاستقامة كلما كان إلى الله أقرب سبحانه وتعالى. نعم.